تمل خضروات وفواكه تعطيك الماء في حر الصيف، منتجات ابتعد عنها. شرب ما يكفي من الماء خلال أيام الحر قاعدة قد لا يلتزم بها الجميع، ولذلك قد يكون تناول خضروات وفواكه غنية بالماء هو الحل، إذ تعمل على تنظيم توازن السوائل في أجسامنا. نقدم لكم أبرز الخضروات والفواكه التي تساعدنا وتقدم لنا الماء. وفق مجلة ألمانية قد كشفت عن بعض الفواكه والخضروات الغنية بالماء التي تساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم، وهي الخيار والطماطم والملفوف والبطيخ والفراولة والخوخ. هذه الفواكه تساعد على إعطاء الجسم الماء الذي ممكن أن يحل محل الماء. وفي تقرير نشره موقع FBRI الروسي، استعرض جملة من الأطعمة والمشروبات التي يشهر بها في فصل الصيف والتي تحل دون الحصول على جسم رشيق، المثلجات والمشروبات الغازية وحلوى غزل البنات. هذه الأشياء تضر برشاقتك في الصيف.